رح تابع محطاتنا، وهلا رح تكون معنا مايا ولادي بالتنين. اي بدي اذكر قبل لها زلع زلع اما تطلعوا بمايا، مزبوط نسيت اذكركم بشيء يا مشاهدينا. بدي ارجع اذكركم انه نحن ابتدينا امبارح بمسابقه جديده، مثل ما بلشنا من اول شهر رمضان المبارك كل يومين عم يكون عندنا مسابقه. المسابقه اللي ابتدت امبارح هي انه توقفوا تاخذوا سيلفي وتخلوا مسلسل سمرقند على شاشه المستقبل خلفي. بدكم تاخذوا الصوره، هو عم ينعرض يوميا على شاشه المستقبل الساعه 8:30 بتوقيت بيروت، واكيد تخلوا لوجو الفيوتشر مع مسلسل سمرقند خلف هالسيلفي اللي رح تاخذوها، وتبعتوا لنا اياه على رقم الواتساب الخاص بعالم الصباح. ونحن بكره رح يتم اعلان الصوره الرابحه معنا، وراح يكون اكيد كمان للفائز مثل كل هالشهر تذكرتي سفر من شركه نخال للسياحه والسفر اللي رح ياخذكم على مدن ووجهات عديده. هلا رح نكون مع مايا واولادي بالدنيا. مايا صباح الخير. صباح النور. اليوم موضوع كثير مهم، واللي هو موضوع قديش الامور اللي بتصير بين الام والاب قديش بتنعكس على الاطفال من عمر السنه وطلوع. مزبوط مزبوط، لانه بنعتقد نحن او بيعتقدوا الناس انه بهالعمر الصغير، يعني عمر 8 اشهر، عمر السنه، عمر السنتين، ممكن تكون الخلافات انه ما لها اي نتائج او اي تاثير على الاولاد، بالوقت يلي اليوم رح نشوف العكس، لا، الخلافات لها تاثير من اعمار صغيره. هلا خلينا نحدد شوي شو يعني خلافات غيدا قبل، يعني نحن بنعرف انه كل كوبل او كل ثنائي، كل شخصين مزوجين هن معرضين انه يصير في جدل بيناتهم، اكيد يصير في نقاش حاد اوقات، يصير في نوع من الزعل بيناتهم. والا ما الخلافات اللي نحن عم نحكي عنها اليوم هي خلافات اول شيء بدها تصير بطريقه متكرره، بده يصير في خلالها صراخ بالبيت، يعني بدهم يصرخوا على بعضهم. فاذا عم نحكي عن عنف، نحن مش عم نحكي عن عنف جسدي، هلا اذا صار في عنف جسدي اكيد الموضوع بده يكون أسوأ عواقب على العواقب تبع الموضوع أسوأ، بس مثل ما عم بتقولي عنف لفظي. ونحن بنعرف اساسا انه الولد هو وصغير، اذا عم نحكي مثلا عن طفل عمره سنه ونص، عمره سنتين، كثير بتهمه تعابير الوجه للولد. وانت بتلاحظي وقتها بنكون عم نلعب اولادنا بهذا العمر الصغير، بنشوف انه اذا انا عم لعب ابني او بنتي ومبسوطه وعم بضحك وكله تمام، بتشوفي قد ايه عم يتفاعل معك ومبسوط، وبتشوفي انه اذا فجاه غيرتي تعابير وجهك بمعنى انك عبستي او بمعنى انه حس انه ممكن تكوني انت عم بتأنبيه بطريقه غير مباشره او زعلانه منه، هو كمان رح يغير تعابير وجهه، هو كمان رح يزعل، وهو كمان يمكن يوقف اللعبه او يبكي او يطلع فيك بمعنى انه بيسالك انه شو عم بيصير، ليه عملت هيك؟ فاذا ليه عم بعطي انا هالمقدمه؟ لانه وقتها بيصير في خلافات بين الزوجين، هالولد اكيد كطفل عم بيراقب وعم بيلاحظ وعم بيشوف التعابير الوجه وعم عم يسمع العنف اللفظي، وعم يعرف لو ما بيعرف معاني الكلمات بالتحديد شو هي، بس عم يعرف انه هيدي الكلمات بتحمل انه بابا معصب من ماما او ماما معصبه او العكس صحيح. بس بدي شدد على انه الخلافات بس تكون تقريبا مزمنه، يعني مش عم نحكي عن خلاف جد بوقت من الاوقات بين اثنين، عم نحكي عن ثنائي فعلا في خلافات، يعني يومي مستمره او دوري كثير متكرر. هلا خبرتنا شو بتفرجي والدراسات والمراجع كمان شو بتفرجي، انه هالولاد بهالاعمار الصغيره اذا بدي اخذ اواخر عمر السنه وبين السنه والسنتين، ممكن انه بس نعرضهم لخلافاتنا المتكرره يصير في عندهم حالات خوف، حالات خوف مفاجئة، ايه؟ حالات رعب بتجي ما بنعرف من شو، يعني ما بحدد، يعني مش انه خوف مثلا من العتمة او خوف من انه يكون في حدا ورا الخزانة، مش الخوف اللي بنشوفه عند الاولاد، ايه؟ الخوف يلي هو خوف ما بنعرف، ما بنقدر نحن نحدد شو سببه للخوف، بنشوف الولد مرعوب بس ما بنعرف ليه. فاذا وهالرعب هيدا ممكن يجي اكثر شيء بالليل، يعني اكثر شيء ممكن يجي انه الولد يوعى بالليل ويكون مرعوب، وحتى بالنهار بيصير في اوقات خوف من الاصوات العاليه. يعني لما بيكون شخص معين حتى غير امه وبيه ممكن يكون عم بخبر خبريه مثلا او الى اخره، بتشوفي انه هالولد ممكن انه يخاف، ممكن انه ينفعل، ويصير عنده مثل سلوكيات تجنب بنسميها، سلوكيات من خلالها بده يتجنب انه هو يسمع الصوت العالي، بده يخبي دينته، بده يحط المخده على دينته، بده يهرب على غير غرفه، ما عم يقدر هو يتحمل الصوت العالي. اوقات كثير المعلمات بالمدارس بيقولوا لنا بأعمار
صغيره بعمر 3 سنين او 4 سنين اللي هن صفوف الروضه، بيقولوا لنا المعلمات انه انا ما كنت عم صرخ، يعني انا ماشي رفعت صوتي شوي عم فسر لهم شيء او هيك. بتشوفي انه الولد كثير تفاعل بطريقه سلبيه، وكمان صار بده يحمي حاله وكانه واحد عم بيصرخ عليه. فاذا هي كثير بنشوفها بحاله الخلافات. بس انا بدي اوضح شغله لكل المشاهدين، انه مش اي طفل وعي بالليل وعنده حاله رعب ليلي هيدا الشيء بيعني انه امه وبيه عندهم خلافات. لا، لان احنا اوقات بنشوف الرعب الليلي بحالات هي شائعه بين بين اولادنا. هلا كمان بنشوف انه حسب، هون بدي اعلى شوي بالاعمار، يعني تقريبا بين 2 و4 5 سنين، حسب مين بالخلاف الضحيه ومين المعتدي بالخلاف، يعني مين يلي مسيطر على الثاني بالخلاف ومين الضحيه اللي عم يسكت. فاذا بدي اخذ الصوره مثلا اللي هي مثلا انه الام عم تسكت، عم تبكي، عم بتكون خاضعة، عم بتكون ضحية لهالخلاف، والأب هو اللي عم يتهجم على الأم بالخلاف. أوقات كتير منشوف أنه بيصير كأنه الولد عنده كمان سلوكيات وعنده أتيتود، يعني عنده مواقف بده يحمي حاله من الأب. يعني بيكون مثلا الأب عم بيقول له شيء بسيط أو شوي رفع صوته، بتشوفي هيك عامل إيديه هيك مثلا أنه عم يحمي حاله، عم يطلع هيدا الرجار أو التطليعة اللي فيها حذر، بتبقى النظرة اللي فيها حذر، لأنه عم يخلق عنده كمان خوف من الأب، وهذا شيء كثير واضح. لانه اليوم الاولاد هن اول، مثل ما دائما نحن بنقول، اول صوره امان لهم، اول صوره رح يستمدوا منها الامان هن الام والبي. فاذا انا كطفل وقتها بدي اشوف بيي عم يعتدي كلاميا على امي، او العكس، او امي كمان عم بتضل معصبه وعم تعتدي كلاميا على بيي، انا بدي افقد ثقتي بهالطرف هيدا، وانا كمان بدي اصير انه حذر تجاه هالطرف هيدا، انه هالطرف اذا عم يعمل هيك بالماما ممكن يكون مش منيح، ممكن يكون بده يأذيني. فإذا هيدي الأشياء اللي تدريجيا مع التراكمات بتصير عند الولد إجمالا. هيدا إضافة لأنه الشخص اللي عم نسميه نحن معتدي بالخلاف، يعني الشخص اللي عم ببلش الخلاف ودايما عم بيكون عنده هالمواقف اللي هي أجريسيف، اللي هي عنيفة تجاه الشخص الآخر، كمان بيصير عند الولد خوف على الضحية. يعني بيصير هالولد مثلا بده يحمي أمه من بيه، بيصير بده مثلا انه ما يروح على المدرسه. ليش؟ لانه لازم يضل قاعد يشوف شو بده يصير. لانه بركي بابا عيط على ماما بغيابه مثلا، فاذا انا بضمن هيك انه ماما تحت حمايتي، فاذا انا برفض روح على المدرسه. وهيدي حاله كثير بنشوفها، كثير بنشوف انه الاولاد، وهون اكيد بنعلى اكثر بالاعمار، يعني مش بس تحديدا بين 2 و5، يعني بين 3 سنين و8 9 سنين و10 سنين حتى، لما بنشوف مثلا انه البنت او الصبي بيسالوا اسئله لامه اوقات. هون انا ما عم بكون عنصريه، بس انا عم بنقل الصوره للاسف يلي هي شائعه اكثر بمجتمعاتنا. اللي شائع اكثر بمجتمعاتنا هو صوره الرجل اللي هو بعنيف او بعيط او بصرخ او الى اخره. بس انا بدي اوضح شغله، نقطه كثير مهمه غيدا، انه في كثير من العيال كمان، وانا بعرف كثير من الاسر، الام الزوجة هي كمان بتكون عم بتعنف. يعني هيدا ما بيلغي انه يكون في نساء هن عندهم عنف، صحيح، ونساء هن بيعملوا المشاكل بالبيت وهن ببلشوا المشاكل بالبيت. فاذا الصورتين هن بنشوفهم، بس بحكم انه الام هي اللي بتهتم اكثر بالولاد، وهي اللي بتحمم الاولاد وبتحضر لهم كل شيء وبتعتني فيهم، فاذا الولد هو اكثر بنشوف انه معلق بامه. بنشوف الصوره اللي بتتكرر انه هالولد الصبح اذا في خلافات مثلا عم بيقول لامه انه انا رح ارجع من المدرسه رح لاقيكي، وعا ارجع ما لاقيكي لانه انت امبارح مثلا تخنقت انت وداد او تخنقت انت وبابا، اكيد رح تكوني انت ما رح تفلي. خاصه وقتها بتكون الخلافات اخذه شكل انه الام مهدده زوجها بحضور اولادها. وهذا الشيء اكيد انا بوجه نصيحه لكل الامهات انه يجربوا يتملكوا اعصابهم، انه ما نوصل لهون. نصيحه قدام اولادها، باردون، تهديد قدام اولادها مثلا، بتقول له انه ما رح تشوف صوره وجهي بقى، او بكره رح تجي من الشغل ما رح تلاقيني، او شوف مين بكره رح يستقبل اولاد من المدرسه لانه انا فله مش طايقه بقى. هيدي العبارات يلي بتصير خلال الخلاف، كوني اكيده انه الولد عم بسجلها. عم بسجلها وعم تخلق له خوف كثير. يعني دائما بنكرر وبنقول اساسا نحن ما إلنا حق انه نكون جبنا اولاد على الدنيا لحتى نعيشهم خلافاتنا، هيدا ما إلنا حق فيه. وبالتالي نحن ما عم نشجع على الطلاق، بس نحن عم نقول انه اول شيء بنجرب كل الحلول السلميه وكل الحلول تنضل اكيد بعائله متحده ونحافظ على الزواج. بس في حالات وقتها بتوصل لحالات عن جد تعايش العائله مع بعضها ما بقى ابدا ممكن، يعني خلص مش عم نقدر نعيش كعائله، هون
حل الانفصال بينطرح، اوقات حل الانفصال بيطلعوا فيه الكابل بيلاقوا انه هن هو الافضل للولاد، بيطلعوا بيلاقوا انه هالولاد كثير عم بيعانوا معنا وما بقى بحق لنا انه نخليهم يعانوا معنا، وهون اكيد حسب الحالات يعني يلي بتصير. كل ما بنتقدم بالعمر كل ما هالشيء اللي بنسميه أنغواس يعني هو حاله خوف كثير قويه وحاله قلق كثير قويه يلي بيعيشوا اولادنا رح يتطور اكثر اذا بعد في خلافات بالبيت اكيد اكثر واكثر. فاذا عم بحكي حتى اطلع شوي واحكي عن بدايه سن المراهقه، ببدايات سن المراهقه نحن بنعرف انه هالولد بحاجه انه يحس اكثر واكثر انه العائله هي ملجا له، بحاجه انه يحس اكثر واكثر انه امي ملجا لي، بيي ملجا لي وعم يفهموني. وقتها بصير في خلافات بين الزوجين بهيدي المرحله اصلا بيكون يعني هالسلام الداخلي اللي عايشته الام واللي عايشه البي عم يفقدوه، هن عم يفقدوه، وبالتالي بتشوفي انه ما بقى في صبر كفايه وما بقى في طوله بال وما بقى في رغبه كفايه تنصغي لهالولد، وهالولد اللي هو مراهق هو هلا باكثر مرحله هو بحاجه انه نصغي له، وباكثر مرحله بحاجه انه نحن نميز نحن وياه الصح من الغلط. فاذا في كثير امور ممكن تصير بهيدي المرحله، اول شيء ممكن هالولد يصير يروح يجرب اشياء لوحده لانه مع المعلومات اللي نحن عم نقدم له اياها كاهل منا كافيه، منا كافيه بقى. فاذا انا بجرب اهرب بغير اشياء او بجرب اهرب من جو البيت بغير اشياء، نحن اكيد بنخافهم من الكحول من المخدرات من العلاقات الجنسيه المبكره اكيد، او اوقات بتشوفي انه اذا كان في تهجم مستمر من الاب على الام واتهامات مستمرة من الأب على الأم، بمعنى أنه ممكن يتهمها لزوجته أنه أنت ما عم بتقومي بواجباتك، أنت مثلا عم بتنامي كتير الصبح، انت مش عم تهتمي بالبيت، انت مش عم تهتمي بدرس الاولاد. هالتهجم المستمر على الام لو لا 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 على مسمع الاولاد، على مسمع الاولاد بوقت معين هالولاد رح يفقدوا مصداقيه امهم، رح يفقدوا ثقتهم بامهم. حتى لو كانت الام عم بتقوم بكثير من واجباتها، لما هالولد رح يسمع كل الوقت هالملاحظات السلبيه الموجهه للام، باي لحظات رح يصير في خلاف مع الام، وفي كثير خلافات مع الام بسنوات المراهقه، هالولد كثير معرد انه يقول للام انه ايه معه حق بابا مثل ما بقول لك دائما، ما هو دائما بقول لك هيك الحق معه، انت كذا وكذا وكذا. فاذا نحن دورنا كاهل بدل انا مفروض اعزي صوره الزوجه بعيون اولادي، المفروض الرجل يعزز صورة زوجته بعيون ولاده، مش العكس، مش العكس اللي مفروض. حتى لو كان في تقصير معين خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، أي عائلة ما فيها تقصير، متطلبات الحياة ما اليومية ما في اللي عنا إياها بتخلي بده يصير في تقصير. مش معقول أنه نعيش مثل ما منقول لافي أروز وما يصير في تقصير بمحل معين، لأنه متطلبات الحياة صارت كتير قوية علينا وصارت كتير ضغط علينا، وبالتالي إلا ما طرف من الطرفين والطرفين سوا مش طرف من الطرفين يأثروا بكتير أمور. مظبوط. فإذا أنا أصلا ما بدي ربي ولادي على هالصورة الكاملة يلي هي أنه أوعى الأم تنقص شيء او اوعى البي ناقص شيء، لا، ما الام والبي بشر انه فيهم ينقصوا. هلا هن بترجع لهم انه يفكروا بالاولويات، انه في اولويات اكيد ما بقدر نقص منها، بس في اشياء تانية انه بفتكر طبيعه الحياه اللي عايشينها والضغوطات اللي عايشينها بتحتم علينا انه نحن ننقص منها. وبدي اتوجه انا بمساج هيك اخر شيء غيدا لكل الرجال يلي هن متزوجين من نساء غير عاملات ما بيشتغلوا، وهيدا اشياء عياديا كثير عم نشوفها وبنتركها لحلقه بيت بيوت، بس نحن عم نحكي اكثر شيء اليوم بحضور الاولاد بشكل خاص. هيدا الشيء ما بيعني انه اذا الاولاد مش موجودين الاهانات ماشيه والخلافات ماشيه، اكيد لا، بس عم نحكي اكثر شيء بحضور الاولاد. هالرجال بيعتقدوا كثير من الاوقات انه بما انه انا زوجتي قاعده بالبيت ما عندها شيء تعمله، فاذا انا بدي اوقفلها بالمرصاد وبدي بكل مره بتاثر بشيء ممنوع، يعني ممنوع، بدي اكون كثير حازم انه ما انت شو عم تعملي كل النهار؟ ما انت ليش ما عملتي هاي الطبخه اليوم؟ او انت ليه ما عملتي هالشغل اليوم؟ شو عندك؟ شو بتقولي عندك؟ شو عندك؟ ولا هيدي الكلمه شو عندك؟ شوفي شو عندي؟ شو رايك عندها؟ شو رايك عندها؟ بفتكر انه عندها
اكثر بكثير من اللي مطلوب من المراه العامله. صحيح. كمان لانه هي بحكم وجودها بالبيت، وخاصه اذا ما كان عندها مساعده عم بتساعدها، عندها كل الامور المنزليه وعندها كل الامور اللي بتتعلق بسلامه البيت ونظافه البيت وتحضير الاولاد وتحضير الاكل للعائله كلها والى اخره، فاذا عندها كثير اشياء اكيده بدها تعملها. يعني ما فينا نتهم المراه انه شو عندك انت انه، فاذا اذا بدنا نختصر موضوعنا بكل الاحوال انه نحن ككابل حقنا على اولادنا، واجباتنا تجاه اولادنا انه نتفهم بعضنا قبل ما تكون تجاه بعضنا البعض، تجاه اولادنا اول شيء واجباتنا، لان نحن الصوره اللي اولادنا عم ياخذوها او رح يتاثروا سلبا بصوره سيئه ورح يعتبروا فاذا انه كل الزواج هيك بعدين وكل العلاقات هيك، وبالتالي رح يطلع عندهم كثير مشاكل بشخصيتهم ورح يطلع عندهم كثير مشاكل بالتعاطي مع الناس. يعني وقتها بيشوفوا انه الاب والام بتهجم مستمر على بعضهم، ما نجي نسال حالنا بعمر لاحق بعدين طب ليه ابني او بنتي بيتهجموا هالقد على رفقاتهم، او ليه بنتي خطبت عم تتهجم على خطيبها، او ليه العكس او الى اخره. اذا واجباتنا انه يكون عندنا نحن نعطي هالصوره السليمه، هالصوره الايجابيه، هالصوره اللي بتخليهم يضلوا يوثقوا فينا، يضلوا يصدقونا، لان نحن وقتها بنكون المثل اللي سيء قدامهم ونحن كل الوقت صريخ وكل الوقت خلافات، كيف رح يصدقونا بعدين؟ ايه. ما انتم اللي عم بتعلمونا انه الحياه هيك، وانتم اللي عم بتعلمونا انه ما لازم نصرخ او ما لازم نضرب او ما لازم ندفش او ما لازم على طاوله الاكل اذا تخنقنا مع بعضنا يصير الصحن ما بعرف وين، وهيدا اللي بنشوفه عياديا كثير، نحن بنشوف حالات عياديه هيك. طب ما انت عم بتعلمنا هيك، طب انت ليه عم تعمل هيك اذا انت عم تعلمنا هيك، انت ليه عم تطلب مني وطي صوتي، ما انت عم تصرخ. يعني الموضوع كتير دقيق هون، موضوع حياة، نحن مسؤولين عن حياة أولادنا، أو نعطيهم الحياة بصورة مزبوطة، أو مثل ما دايما بقول أنا بكون متطرفة بيتهموني بالتطرف كتير أوقات، أو بدي أكون واثقة أن بعطيهم حياة سليمة، أو ما أجيبهم على الحياة أصلا. بالضبط بالضبط، لأنه هي واجباتي تجاههم. بالضبط 100% هيدي. مايا شكرا كتير، نحن بنرجع بنشوفك إن شاء الله ببيت بيوت. نقلها راد، وبنتطرق كمان لهيدا الموضوع ببيت بيوت نقلها راد غيدا، بس من زاوية أكيد كيف بيقدروا يسيطروا على أنفسهم تحديدا بحضور الاولاد. نحن متشكرك مايا، ميرسي، ورح نتابع محطاتنا مع ضيفنا بعد لحظات، خليكن معنا.